ده الاب ده صح وده الابن ده فولفو ده بوتشر فلفل حلو الاسم ماشي لا تعالى اقول لي الوصفه مش الكلب ده حلو قوي الكلب ده جميل الكلب ده جميل الكلب ده معوج معوج عوجان الدنيا عوجان عوجان يعني امسك كويس الدكر ده بكام الاب الدكر ده ب 35000 بيع وشراء ده مش كلام ب 35000 امشوا هنبيع وهنسيب رقم التليفون ب 17 ونص ب 35 ده مش للبيع ده بيه 10 ده ب 10 كده يعني ده مش للبيع ده جوازات بس ما تلقط اي سفاله من ابوك كده وتعمل اي نمره هو مش عامل نمره هنكشه طب ما هو ده هيجيبني الاب مجنون هات رقم التليفون يا ميسو كام رقم التليفون يا باشا؟ 012 012 88 18 9 5 6 4 فارس الكلب ده؟ شغال الكلب مش مربوط ولا مربوط؟ مربوط لا طب مش عايز اقول تعالى قديمة شو لاين ده بكام؟ ذكر الشو لاين ده ب 7000 والذكر القديم بكام يا محمد؟ رقم واحد ده معلش الغي بقى الكلاب كلها وامسح الفيديوهات كلها وامسح الصفحه واعمل لي صفحه من جديد بص الرجوله يا باشا الرجوله في الكاكوله اهدى شويه قصر انا همشي اهدى شويه رقم يا حمو لا رقم مش عارف كلام سيبه ابويا لا سيبنا انا ازولها عشان هي كده كده انا ماشي امسك كويس ايه بس اقعد بس اقعد خالص يا لهوي انت كشيره دي بس بس خلاص 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 ايه 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 مفيش نتايع على كده عندها قد ايه يا معلم عندها قد ايه سنه وسبع شهور بكام بكام ب 1700 جنيه نتاية فيها عرقيب ديل فيها تكة ميل الواناتها حمراء زي ما انت شايف كده انت عايز لك بتاع 10000 جنيه عشان تطلعها بالشراسه دي هي شرسه لوحدها مجنون هات رقم تليفونك يا معلم ليه ليه لا ضروري شوف لي رقم حد تبعك عم احمد طيب على الله تسعين اي سديري من دول ب 55 جنيه اوكازيون عاملاه مريم تمام تصنيع مصري شغل محترم يعني في المستورد كمان برضو اوكازيون ب 55 ب 55 المستورد اهو الدبل ده
في اعلانات حلوه قوي للجراوي، عضادات جديده اهي، العظمه العضاده اشكال جميله في العضادات، في اشكال جديده نازله برضو. ده المحمل ده بتاع ده ورك لاين، ده بتاع الشغل بتاع كلاب الحراسه اللي مربوطين للحراسه على طول يعني. في كتامات اهي صغيره اطواق برضو شيك، جماجم وحاجات بتهاجم، النمر، جمجمه. لا لا انا اقلب له الكاميرا كده اهو. تمام. في نجمه البحر، في ده بتاع نجمه البحر. تمام. في خنات برضو، خنات جراوي، خنات اللي هي السول. عندك برضو السديري ده الوانات، الاطواق، الاطواق المضيئه في الضلمه دي شكلها جميل. اطواق قطط. الحاجات اللي زي كده، في فرشه تمشي قطط وتمشي جراوي. دي طبعا الكمامه، الكمامه الخفيفه. الكمامه الخفيفه عشان ايه؟ كلبك ما بيعضش وما يعملش، يعني انت بتستخدمها كايه؟ شكل بس، طالما كده كده الكلب مش بيعض عشان ما حدش يوقفك ويقول لك فين الكمامه بتاعت الكلب. اهو كمامه اهي، هي خفيفه عشان الكلب اللي بيتزاول من الكمامات. وعندك برضو دي طقم كامل، اتنين حزازة، طوق، يا السديري، حاجة كويسة أوي. أشكال مختلفة بقى بأسعار إيه على حسب الحجم يعني، عشان الحاجات دي أحجام على حسب حجم كلبك. في ده برضو عملي أوي، الحاجات العملية قوي زي ده كده مش عارف يعني، انا شايف ده عملي جدا، متصنع من خامة محملة وفي نفس الوقت هو جامد، متخيط بص 900 مرة عشان ما يفكش. توكة محملة برضو اللي هو ايه ده عملي. انا بميل للحاجات العملية اكتر من الحاجات الجمالية بصراحة كغاوي يعني، ممكن انت تكون عكسي او غيري، دي حاجة اذواق. ده جامد ده. اديني رقم امورين. متدلع ده 012 2 4 4 6 9 0 8 2. متاح واتس اللي عايز يتواصل واتس، عشان ممكن نبقى ما عندهاش شبكه، عندها كمامات وعندها سدريات هنا. ده الكمامات الالمونيا دي اللي ما بتصديش. برضو ايه الناس اللي بتشتكي ان الحاجه دي بتصدي، الكمامات فعلا الحديد كلها بتصدي، فدي الالمونيا ريح بالك. بكام التوب؟ ب 55 جنيه تو جلد. بص اللي هيجي تبع استاذ احمد هيبقى ب 50، واللي هيجي تبعنا ب 50. حلو ده، حاجات كويسه برضه، جلد طبيعي وجامد. حلو قوي، وبيلبسه المارينو بيبقى تحفه عليه. حلو. الجراوي طبعا. ويمشي انتهيات، خلي بالك. ما شاء الله.